قلبي محروق حيت انا الدار ديالي بنيتها بواحد الصعوبه بزاف بزاف بزاف. خرجت من هذا الدار غتحرق. انا خدمت جريت تعبت ما خليت ما عملت باش بنيت الدار ديالي فهمتي. وجوا حنا الشركه اكبر شركه في المغرب هتجي غادي ديها لنا حيت غتغلب علينا وبجهد الله ما غتغلبش علينا. حنا قويين بحال غزه شتي الحومه الشوك وغزه بحال بعطيتهم. احنا واخا نموتوا غادي تسيبوا علينا الفوسفور الابيض وعيسيبوا احنا هنايا. وتحيه لسيدنا سيدنا ينظر لنا صافي. احنا الديور عندنا خمسه طبقات اربعه طبقات ثلاثه طبقات ما عندناش البرارك. هاد الشركة هاد الشركة هاد الشركة هاد الشركة جات تشرى الديور. واش حمقى واش وفو واش هاد الشركة وفو بعراسها واش اللي كيقولوا هما قاريين وشركة غنية وتجي تشري الديور العمارات في الحومة الشوك. هادو الناس لا يعقل هاد الناس لا يعقل هاد الناس لا يعقل فهمتي. عندها الفلوس عندها الفلوس عندها الفلوس تمشي لجهة أخرى. الله أرض الله واسعة وكبيرة. احنا غيشتونا ويشتو ولادنا الدعوة بهم من الله. وبالحق احنا ما خارجين شي ما خارجين شي. نحنا غنموتوا بحال غزة وراجلي شارف راجل كبير وبنا وجرى وخدم وخدم ما خلى في خدم باش نحقق الزويرة والدعوة بهم من الله. وهذه 60 عام 60 عام 60 عام وحنا هنايا دابا صافي. حنايا عندنا الحجوج ديالنا وهذو الحجوج ديالنا. أول حاجة اللي مكتوب فيهم مكتوب فيها بالحجة بسم الله الرحمن الرحيم المملكة المغربية. كيف يعقل هذه الحجة اللي مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم المملكة المغربية اللي ما كيقولوا الأرض ديالهم هذه 53 سنة اللهم إلا هذا منكر. كيف يعقل هذه الحجة اللي مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم المملكة المغربية اللوم الأرض الناس إلا اللهم إلا هذا منكر. وعاش الملك وعاش الملك وعاش الملك. شتي بزاف هادشي الظلم هذا 70 عام 70 عام 75 77 هذا ما يقول الأرض ديالو كلشي بالحجه ديالو بالتبوت البناء بالملكيه ديالو مخلص داري عام بعام وكلشي ديالو الاب ديالي باش غايجيو يقولوا اليوم الارض ديالهم. فكيفاش هذا لا يعقل سيد بالقلب بحال هيدا كيفاش غيخرجوهم. عندنا كلشي ديالنا في كانوا شحال هادي مي كانوا هاد الناس كيبنيو في كانوا شحال هادي باش غادي يجيو دابا يطالبوا بالارض. هاد شركه شرف موبيلي اللي كتقول الارض ديالها وسردوا له استدعاء بان هي كتسلى الفلوس ربع الكذابه. جا السيد كيقولوا انا كنسلك الفلوس علاش؟ السيد طحنا في باب الزنقه بالقلب جابوا له استدعاء طحنا في باب الزنقه. الله عامل العمليه فهذا كيفاش هذا الحمق هذا كيفاش بغاو هاد الناس يخرجوا؟ هاد الشيء لا يعقل. السيد بناها لا جوره بلا جوره كيجي دابا كيقول له خرج ما فهمناش هاد الشيء هذا. هو يجي واصلا دابا المسؤول ما كيظهر حتى شي واحد كيسردوا على الخبير من المحكمه ويجي يقول لك هاك استدعاء ما كنعرفوش دابا لا شكون كيطالب بالافراغ. شراو الارض من السيد الحومه الشوك كامله عندها الارض ديالها. السيد باع له مرطح اسمه مرطح والحومه الشوك ما محفظاش حتى شي واحد ما محفظ فيها. نقولها من 75 شاريين الارض 75 هذه عاود جاره ديالنا عاود ارماله كاينه الاراميل هنايا السيده انتم كتشوفوا الحاله ديالو فكيفاش كيجوا كيطالبوا الناس بالافراغ؟ هذا لا يعقل. اللهم هذا منكر صراحة اللهم هذا منكر بكلش السلام عليكم. حنايا هذه من 75 1975 وحنايا هنايا عمرنا ما سمعنا هذا الشيء. هذا شرينا مع عند السيد بالملكيه ديالنا بثبوت البناء بالارض بكل شيء ديالنا مداخلين الموضه ديالنا مداخلين الانترنت مخلصين الضرائب كل شيء ديالنا من حنا ملي خلقنا هنايا. عندي خوتي خالقين في 75 هنايا يعني كيفاش هذا الشيء هذا. حنايا دابا تقريبا علينا 50 عام وحنايا هنايا يقولوا لنا خرجوا الحومه كامله مكموله كيفاش غنخرجوا منا؟ ما يمكنش نخرجوا حنايا منا. اذا عدونا يشردونا حنا غنموتوا على بلادنا ما نقدروش نخرجوا منا من هنايا مره قدروش. اللهم هذا منكر. وعاش سيدنا محمد السادس ويوقف معنا في هذا الشيء هذا. حنا غنتشردوا شو شحال من اسره شو شحال من دار شو شحال العواول شو شحال الناس
اللهم هذا منكر. حنا ما نخرجوش من الديور ديالنا، حنايا هنايا تنموتونا، يبغاو يطيحوهم علينا يطيحوهم علينا. حنايا عموتو في الديور ديالنا، ما عندنا فين نمشيو. 50 عام ونتينا هنايا وعاد الصداقه تخرج، ما عندنا فين نمشيو، ما عندنا شي فين نمشيو. حنايا تنشي مدينه اخرى ما كنعرفوه، ما كنعرفوش نمشيو ليلا. عاس حنايا، حنا خلقنا هنايا وتربينا في هذه الحومه وغنبقاو في هذه الحومه حتى نموتوا في هذه الحومه ان شاء الله. هادشي اللي كان. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.